مساء الخير مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم في ما وراء الحدث. انا مروج ابراهيم. حين توفير مياه الشرب وايجاد الصرف الصحي المناسب هو حق اصيل بالنسبه لكل مواطن مصري في هذه البلد، لكن الحقيقه ان في قرى ونجوع يعني ما زالت من اكثر المناطق اللي بتعاني ومن فتره طويله جدا من حرمان من خدمات مياه الشرب النظيفه والصرف الصحي. عشان كده الحكومه كانت مركزه جدا خلال الفتره اللي فاتت ان هي تقيم مشروعات إنشاء لمحطات مياه الشرب النظيفة، وكمان إن هي توصل يعني توصيلات الصرف الصحي بالنسبة للقرى والأماكن يعني محرومة من هذه الخدمات، وعملت خطة مستقبلية لتوصيل كل المرافق اللي محتاجينها أهلنا في كل المناطق دي. خلينا نتعرف على حال الموقف حاليا بالنسبة لتوصيل أو المشروع القومي للصرف الصحي وأيضا مياه الشرب، والأسر اللي بالفعل استفادت من هذا المشروع، والقرى اللي تم اختيارها، وعلى أساس وكمان خطط الوزارة المستقبلية لعمل واستكمال هذه المنظومة، وربما يعني الخدمات الأخرى اللي هيتم تقديمها لأهلنا في كل محافظات الجمهورية تحديدا اللي محرومين من الخدمات الأساسية. بسعدنا وشرفنا يكون معنا ضيفنا الكريم في الاستوديو المهندس طارق الرفاعي، معاون وزير الإسكان للمرافق والبنية التحتية. مساء الخير يا فندم، أهلا بك، شرفنا. الحقيقه احنا شايفين ان في مجهود كبير بيتعمل خلال هذه الفتره والفتره اللي فاتت، وفي دايما اولويات موضوعه بالنسبه للخدمات الاساسيه. ما يقدرش انسان يعيش من غير ميه الشرب النظيفه والصرف الصحي، لكن للاسف احنا عارفين ان في قرى كانت موجوده وعايشين وناس عايشه عشرات السنين ما عندهمش لا قادرين يوفروا مياه شرب نظيفة، ولا قادرين يعني ولا موجود عندهم شبكة صرف صحي لائقة تحترم أدمية الإنسان. الموقف حاليا إيه؟ يعني إحنا دلوقتي شغالين في أي مرحلة؟ وصلنا قد إيه للأهالي؟ اشتغلنا في كم قرية؟ وعلى أي أساس بيتم تحديد الأولويات؟ بص يا فندم، زي ما حضرتك قلت بالظبط، إحنا بنشتغل في قطاع بيمس كل مواطن مصري موجود على الأرض المحروسة، ودي خدمة أساسية وليست خدمة ترفيهية، وده حق دستوري كافر له الدستور، وهو الحصول على كوب مياه نظيف وخدمه صرف صحي امن. احنا عندنا، بس عشان نعرف الساده المشاهدين، احنا بنشتغل في انه اماكن. احنا عندنا القطاع ده مسؤول عن 27 محافظه، بيتبعهم 230 مدينه، بيتبعهم 4740 قريه، بيتبعهم اكثر من 27000 نجع وعزبه وتابع. بالنسبه لحضرتك لمياه الشرب، زي حضرتك قلتي، القرى كلها المصرية، المدن كلها متغطية بنسبة حوالي 100%. القرى فيها حوالي 96% من القرى مخدوم بمياه الشرب. ومخدوم بمياه الشرب ده حضرتك معناه ان المياه واصلة له. في بعض هؤلاء الناس مغذاه بكميات غير كافية، يعني المياه بتوصل له بس فعلا بتوصلوش طول اليوم، بس هو عنده الخدمة 6 ساعات وست ساعات لا. أيوة. او بتوصل له نص اليوم والنص التاني. ايوه، هو عنده الخدمة. يتبقى حوالي 4% من سكان مصر هو اللي فعلا ما عندوش. قبل ما نبدا المشروع يا فندم ولا دلوقتي بعد؟ لا، ما الوضع الحالي يا فندم. الوضع الحالي لمياه الشرب، احنا عندنا 4% من سكان مصر هم اللي ما عندهمش صرف صحي. وليه ال 4% من سكان مصر دول ما عندهمش مياه شرب؟ انا اسف، ما عندهمش مياه شرب. ليه ال 4% دول ما عندهمش مياه شرب؟ لان هؤلاء الناس كانوا موجودين خارج الحيز العمراني اثناء تنفيذ المشروع، واحنا بننفذ المشروع كانت الناس دي خارج الحيز العمراني، فما كانش ينفع اوصل لها الخدمه. بعد ما المشروع خلص وانتهى والسلم واشتغل، الناس دي وضعها اتقنن ودخل جزء منها الحيز العمراني. يعني كان البناء مخالف مثلا ولا؟ أيوة فندم. خارج الحيز العمراني. خارج الحيز العمراني ده اللي هو البناء مخالف يا فندم. احنا عندنا الزوم بتاع القريه او بتاع المدينه او بتاع العزبه، بيجي لنا لوحه من الوحدات المحليه بيقول هو ده النطاق الجغرافي بتاع المكان اللي انت بتشتغلوا فيه، فبناء عليه بنصمم المشروع عليه ونشتغل فيه. ما خارج هذا الزون ده احنا ما بنشتغلش فيه. بيعتبر بالنسبه لنا ده خارج الحيز العمراني، واحنا ما بنوصلوش خدمات لا مياه شرب ولا صرف صحي. لما الناس دي قننت وضعها وحصل يبقى فيه احوزه عمرانيه على مدار السنوات اللي فاتت دي، في جزء منها دخل الحيز العمراني. احنا بدانا المشروع امتى يا فندم؟ مشروع قومي للصرف الصحي. المشروع القومي لمياه الشرب يا فندم ده يعني هو الناس مش متقدمه جدا. المشروع القومي لصرف صحي القرى بدا في تقريبا في اول يعني في نهايه 2014 وفي اول 2015. احنا بس بنطمن السادة المواطنين ان بالنسبة لمياه الشرب الوضع مستقر نسبيا وامن ماشي، والمشاكل اللي موجودة في قطاع مياه الشرب مشاكل تحت السيطرة ومحصورة، وبننفذ فيها مشروعات عشان الناس المغذاة بكميات غير كافية يوصل لها الخدمة طول اليوم، وبالناس اللي هي كانت خارج الحيز العمراني ودخلت نوصل لها. هيتبقى جزء من الناس ما زال خارج الحيز العمراني والدولة غير ملزمة به انها توصل. ندخل بقى حضرتك على التحدي الاكبر لوزاره الاسكان وخصوصا قطاع المرافق وهو الصرف الصحي. زي ما حضرتك قلت كده بالظبط، احنا بس هنقول
خدمة السكان حاليا السكان المخدومين في مصر بالصرف الصحي 56%، منهم 94% موجودين في المدن، يعني تبقى عندنا 6% من سكان المدن ما عندهمش صرف صحي. وهذه المدن كانت قرى، كانت في بداية الأمر قرى، ونتيجة انها كبر الأحواز العمرانية بتاعها فتحولت إلى مدن، فتحولت إلى مدن، لأن عدد المدن في الأساس كان حوالي 222 مدينة، وفضل يزيد تباعا لغاية ما وصل 230 مدينة. واحنا عملنا خطة لتوصيل هذه، توصيل خدمة الصرف الصحي لهذه المدن، بتنتهي إن شاء الله بنهاية عام 2020 تكون الصرف الصحي في المدن إلى 100%. يتبقى بقى التحدي الأكبر القرى والنجوع، وهي القرى والنجوع. حضرتك لما بدأنا في المشروع القومي لصرف الصحي القرى، وكان ده في توجه من القيادة السياسية، كان كل اللي مخدوم في الصرف الصحي من تعداد السكان 12% من تعداد سكان مصر هم اللي كان عندهم صرف صحي، اللي كانت في بعض القرى الكبيرة. كان يتبقى 88% من السكان ما عندهمش صرف صحي. فكان في توجه من القيادة السياسية في الوقت ده بالاهتمام بالمشروع القومي لصرف الصحي القرى، باعتباره ليس فقط توصيل خدمة الصرف الصحي للمواطن، ولكنه حفاظ على صحة المواطن وحفاظ على البيئة المحيطة به. لأن حضرتك الاستثمار اللي أنا بضخه في قطاع الصرف الصحي ده بيوفر لي استثمار بضخه في قطاع الصحة، لأن أنا طول ما الإنسان بيتخلص آمن من الصرف الصحي هيقلل نسبة الأمراض اللي موجودة عنده، وبيحافظ لي على البيئة، ما بصرفش استثمارات في وزارة البيئة عشان تحافظ على البيئة. ده البعد الاقتصادي، لكن طبعا قبل البعد الاقتصادي في بعد إنساني طبعًا. وهي إنه الدولة حريصة إنه كل إنسان يكون زي ما حضرتك قلت في الدستور بيكفل الحياة اللائقة، الحياة الأدمية، إنه كل إنسان ما ينفعش يبقى، إحنا دلوقتي في القرن 21 وفي الألفية الثالثة وما زال لحد دلوقتي إنسان مش عارف يقضي حاجاته بطريقة أدمية محترمة. ده الدول والمجتمعات بتتسابق إن هي تقدم الرفاهية، وأعتقد إن ده دلوقتي الدولة بتعمله بشكل كبير، لكن هي ماشية على مستويين، يعني مستوى إنه طبعًا الناس اللي ما عندهمش للأسف القدرة على إن هم يعني يكون عندهم صرف صحي وماية شرب زي ما حضرتك قلت بيتم توفير ده ليهم، والمدن الجديدة بقى اللي هو الجيل الرابع أو المدن الجيل الرابع وغيره اللي إحنا دلوقتي الدولة بتعملها بتوفر بعد الرفاهية لكل المواطنين، والحياة دي كمان حاجه في منتهى الاهميه. فبدانا حضرتك في هذا المشروع بتوجه من القياده السياسيه ومعالي الوزير في الوقت ده دكتور مصطفى، بدانا نعمل خطه طموحه لصرف صحي القرى عشان اوصل به لنسبه 100%. فما كانش نقدر نعمل خطه واحده، فعملنا خطتين، خطه عاجله وخطه اجله. الخطه العاجله ديت قلنا خلاص، طب احنا عندنا النهارده نختارها زي ما حضرتك قلت، ازاي اختار اولوياتها ازاي؟ انا عندي في قرى قريبه من المجاري المائيه، حضرتك قريبه جدا من المجاري المائيه سواء من البحار او سواء من الترع او الحاجات اللي بتودي لنهر النيل، وفي عندنا حضرتك قرى منسوب مياه جوفيه مرتفع، تلاقي حضرتك وانت ماشيه في القريه تلاقي المياه موجوده في الشوارع واقفه لان المياه الجوفيه فيها مرتفع. وفي قرى تعداد سكانها كبير جدا يكاد يوصل لتعداد المدن. فاخترنا الثلاث اولويات بتوع المرحله العاجله على هذا الاساس، اللي هي القرى القريبه جدا من المجاري المائيه، القرى اللي فيها نسبه المياه الجوفيه عاليه ونسبه سكان كبيره. طب ليه الثلاث، يعني الثلاث اولويات دول او الثلاث معايير دول، هل دول مؤشرات صعوبه في توصيل الصرف الصحي؟ يعني كل ما كانت المعيار من دول متواجد كل ما كان ده اصعب بالنسبه لكم، يعني انتوا بداتوا من الاصعب للاسهل ولا العكس؟ احنا بدانا يا فندم حضرتك زي ما حضرتك بنشوف في اغلب البرامج والناس اللي بتصور، الناس القريبه من المجاري المائيه، الراجل ده ما عندوش صرف صحي، بيعمل ايه؟ بيعمل ترانش تحت البيت بتاعه، الترانش ده بيتملي فبيضطر ينزع هذا الترانش عن طريق عربيات الكسب ويرميه في اي مكان قريب ليه، سواء هو مصرف سواء هو ترعه. انت حضرتك دلوقتي هتيجي تقولي له كدوله، طب لو سمحت ما ترميش او الوحدات المحليه ما ترميش ما هي الصرف الصحي بتاعك ده، وفر لي البديل اول كده. انت حضرتك وفرت لي بديل كدوله وانا ما عملتوش، فكان لازم نبدا اول حاجه عشان احافظ على المجاري المائيه من التلوث، تاني حاجه ان المجاري المائيه اللي بتتلوث هتلوث البيئه زي ما قلت لحضرتك، وهتلوث صحه المواطن بعد كده، لان احنا في الاخر بنستخدمها في الزراعه ونستخدمها في التنقيه مره اخرى عشان ناخد منها مياه شرب. فكان ده البديل الاولاني، ماشي، انه الجزء اللي هو بتاع المجاري المائيه ووجودها قريبه من الحيز المعماري، انه ده كان بيؤدي خطوره تلوث للميه دي نفسها، فدي كانت مشكله محتاجه تدخل عاجل. النقطه الثانيه بتاعه المياه الجوفيه، مياه جوفيه فندم، لان حضرتك ده بيبقى فيه صعوبه جدا على الانشاءات اللي موجوده جوه هذه القريه نتيجه وجود المياه الجوفيه دي، لان فيها نسبه ملوحة عاليه. تاني حاجه ان بعض المواطنين في بعض الشوارع ما فيهوش يمشوا، وحضرتك في بعض الاماكن بتصوروا ان في بعض الناس فعلا بتلاقي المياه موجوده في الشارع، فالمواطن نفسه والطفل مش عارف يمشي، فكان ده لازم يكون الاولويه تانيه.
بغض النظر القريه دي موجوده فين حته، سواء هي موجوده في الصعيد، موجوده في بحري، موجوده في اي محافظه من المحافظات، لازم تتحصل هذه يعني المياه اللي موجوده في المدن دي. حضرتك بتقول منسوب المياه الجوفيه عاليه، دي بتكون المياه الجوفيه هي المتواجده في الشوارع ومغرقه الشوارع بشكل ده، ودي ادخال شبكه الصرف الصحي بيعالج المشكله طبعا دي؟ طبعا يا فندم بيقللها، لان حضرتك النهارده الصرف الصحي يا فندم بيحصل ايه؟ اغلب الترنشات اللي موجوده في القرى والعزب بتسرب الميه، مش امنه كافيه ان هي لما تتملي تنزح على طول في ساعتها، لانها بتسرب الميه، لان ما بتبقاش مؤمنه تامين زي المشروعات اللي الدوله بتعملها. فعشان كده الميه بتلاقي حضرتك بتسحب في الاراضي من تحت، تطلع منسوب مياه جوفيه مرتفع. فحسيت حضرتك لما انا بعمل له شبكه صرف الصحي، كل الصرف الصحي اللي هو بيستخدمه في بيته بيترمي على شبكه الصرف الصحي، فبتقل منسوب المياه الجوفيه، تبدا هذه القرى تنشف بعد كده. اوكي. وبالنسبه للقرى اللي حضرتك قلت اللي فيها كثافات كبيره، طبعا ده مفهوم، لانه يعني ساعتها التخلص من الفضلات او كده بيكون اكيد في مشكله. بخدم اكبر عدد من السكان موجودين في منطقه واحده. فبدأنا نحصر هذه الثلاث أولويات. أنا بعمل شبكة رئيسية وبعدين بطلع منها شبكات فرعية، فبالتالي هي شبكة رئيسية هيستفيد منها أكبر عدد من الناس. بس برضه عشان حضرتك طرقت هذه النقطة، عشان نتكلم مشروع الصرف الصحي، كل الناس بتتخيل إن مشروع الصرف الصحي ده هو الشبكة اللي ماشية في الشارع قدامه. لا، ده مش مشروع الصرف الصحي. مشروع الصرف الصحي بيتكون من أربع أجزاء. أول حاجة الشبكة اللي حضرتك بتشوفيها في الشوارع دي، تاني حاجة بترمي على محطة خط طرد، خط الطرد ده بيرمي على محطة الرف، ومن محطة الرف لمحطة المعالجة. ماشي. تكلفة إنشاء القرية، متوسط إنشاء القرية، عشان المواطن يعرف الدولة بتصرف استثمارات قد إيه في هذا القطاع. تكلفة إنشاء توصيل الصرف الصحي للقرية اللي هي بتتكون من محطة رفع فقط وشبكة انحدار وخط طرد، من 30 ل 40 مليون جنيه. القرية الواحدة بدون إنشاء محطة المعالجة. لو بنشئ محطة معالجة طبعا التكلفة بتزيد جدا. فلما حصرنا حضرتك الثلاث أولويات، من 30 ل 40 مليون جنيه في القرية الواحدة. واحنا عندنا كم قريه محتاجه يدخل لها صرف صحي من اول ما بداتوا المشروع من اربع سنين لحد دلوقتي؟ بص يا فندم، احنا كان في كم قريه؟ كان كل القرى حضرتك اللي كانت مخدومه كانت حوالي 850 قريه بالتقريب، ويتبقى بقيه ال 4000. احنا عندنا 4740 قريه على مستوى كان لا يوجد بهم صرف صحي. وحضرتك قلت كم قريه بس اللي كانت مخدومه؟ 12% من تعداد سكان مصر. ماشي. اللي هم كانوا متوزعين في حوالي 850 قريه، هم دول اللي كان عندهم 850 صحي. هما دول حضرتك اللي كان موجود. لا اسف، ال 12% دول كانوا حوالي 450 قريه. 450 قريه هما اللي كان عندهم صرف صحي. 450 بس عشان الارقام بتكون فرصه للناس ان هي تشوف الصوره بشكل عام فتتخيل الموقف. 450 قريه من اصل 4740، 450 من اصل 4740. طبعا دي نسبة وتناسب، يعني شيء مذهل، انه شيء سيء طبعا جدا انه يبقى فيه النسبة القليلة دي من تعداد القرى على مستوى الجمهورية ما عندهمش صرف صحي، وده اكيد مشكلة كبيرة جدا، واكيد الاهالي كانوا بيعانوا معاناة جديدة لدرجة انهم تخيلوا انه يعني كون انهم عايشين غير صرف صحي ده اصبح من المسلمات، اصبح ده امر واقع خلاص، هم تعايشوا مع هذا الامر. دي مرحلة يعني صعبة وقاسية جدا على الإنسان إن هو يتعايش مع أزمة مزمنة من هذا النوع. عشان بس الناس اللي دايما بتتكلم عن فكرة الأولويات وإنه الدولة تمشي بخطة أولويات، أعتقد إنه ما فيش أهم أو أولى من هذا الموضوع. اسمح لنا دكتور باشمهندس طارق، إحنا معانا مجموعة من الأرقام الكاشفة حضراتكم اشتغلتوا بيها وللي ما تم إنجازه، أو الإحصائيات بعدد القرى اللي تم توصيل مياه الشرب والصرف الصحي ليها، والخطط المستقبلية هنتابعها مع حضراتكم ونعود لاستكمال الحوار. زي ما قلت الأرقام دايما كاشفة
لحجم ما يتم والصورة الكاملة والناس تكون عارفة إيه اللي بيحصل، لأنه مش كل يوم الناس ممكن تتابع الأخبار أو تعرف يوم بيوم اللي حضراتكم بتعملوه، لكن تقدر تشوف ما تم إنجازه، ما تم معالجته، ما تم إدخاله حتى الآن، وما هو متبقي، وهم يحكموا بنفسهم حجم الجهد وحجم يعني الإنجاز اللي بيتم. اسمح لي باشمهندس طارق نكمل كلامنا بعد الفاصل. بعد الفاصل مشاهدينا الكرام، وحديث حول يعني استكمال منظومة والمشروع القومي للصرف الصحي ومياه الشرب على مستوى الجمهورية. اهلا بحضراتكم بعد الفاصل مشاهدينا الكرام، برحب مره ثانيه بضيفي الكريم المهندس طارق رفاعي معاون وزير الاسكان للمرافق والبنيه التحتيه. مساء الخير يا فندم، اهلا بك مره ثانيه. كنا بنتكلم في الفاصل عن كمان انه كان حضرتك قلت لي انه قبل 2008 و2009 كنتوا بتعانوا من المشكله اللي احنا كنا بنتكلم فيها، انه الناس فاكره ان الصرف الصحي ده خلاص انا بدخل من بيت المواطن نفسه لحد الشبكه المركزيه، لكن الحقيقه ان في كذا وصله، يعني في مراحل. فانتوا بتعملوا الشبكه المركزيه وبعدين بتلاقوا ان مش كل الناس بتوصل الوصلات المنزليه اللي هو الوصله بتاعته للشبكه الرئيسيه، لانه التكلفه بتاعتها كانت كبيره وفي ناس ما بتقدرش توفر ده. فكان الوضع ده كنتوا بتعملوا فيه ايه؟ بص يا فندم، احنا كنا حضرتك طبقا للقانون الدوله ملزمه بتنفيذ الحاجات اللي قلت لحضرتك عليها، شبكة الانحدار، خط الطرد، ماشي محطة الرابح ومحطة المعالجة. يتبقى الوصلة المنزلية من الغرفة اللي احنا بننشئها في او المطبق جوه الشارع ده الى وصلة البيت جوه. دي طبقا للقانون كانت على المواطن. فكنا بننفذ زي ما حضرتك تفضلت كده، بننفذ المشروع. اللي بيقدر يربط على المشروع، ممكن بعض القرى تربط كاملة نتيجة معاها استثمار تبدأ تربط، وفي بعض القرى يربط منها 10% 20% 30%. وده كان بيبقى إهدار بالنسبة لكم، لأن أنا صرفت الاستثمار حضرتك كامل على المشروع، المفروض المشروع يخدم كل عدد السكان ده، بس ده ما حصلش. بدأنا نعرض المشكلة دي أكثر من مرة، ماشي، بدأنا نقول طب نوفر استثمار الدولة تعمل في الأسرات المنزلية وتلمها من المواطن بعد كده تقسيط بالتقسيط. الكلام ده حضرتك يعني كان قبل 2010 وده ما نجحناش فيه كويس. ماشي، جينا بعد بقى في 2015 ما نجحتوش فيه ليه؟ يعني مثلا هل ما كانش فيه المسؤولين ما كانوش متحمسين قوي للفكره؟ يعني ما اتنفذتش يعني بشكل منظم او بشكل مرتب؟ لا، في الوقت ده كان كل الاتجاه ان احنا نقوم بدور الدوله، الدوله تعمل اللي عليها والمواطن يعمل اللي عليه. وبعدين كان بعض دعوة. وبعدين بعض المواطنين ما كانوش بيرضوا ان هم حتى بعد ما احنا بنوصل الوصله المنزليه يدفعوها، لان في بعض الناس حضرتك في هذه القرى غير قادره، غير قادره انها تدفع. يعني هو خلاص عشان بس الناس تكون فاهمه، يعني انا القريه بتاعتي، انا ساكن في قريه مثلا في الصعيد، الدوله وصلت الشبكه المركزيه بتاعت الصرف الصحي. في جزء كده بيبقوا كم متر مثلا؟ نتكلم على حسب البعد حضرتك، على حسب البعد للبيت 50 متر مثلا؟ لا مش 50 متر يا فندم، في ناس بعد 5 امتار، في 10 امتار، على حسب البعد 15 متر. بيبقى تكلفتها مثلا 5000 6000 7000 جنيه. وبعدين يخش حضرتك بقى من اول دخله البيت لغايه الحمام بتاعه. دي المفروض المواطن بيعملها على حسابه. أيوه. الوصله طبقا للقانون، طبقا للقانون بيقول ان المواطن يعملها على حسابه. قبل كده قبل 2010 كانت حضرتك بتقول، و2008 2009 كانت الحكومه بتقول خلاص عملت شبكه المركزيه ماليش دعوه بالبلدي كده، يعني كانها بتقول ماليش دعوه. فكانت للأسف الصرف الصحي بيدخل الشبكة المركزية بس ما بيوصلش البيوت. ده بيبين التغير في فلسفة إدارة الدولة في الفترة اللي احنا عايشين فيها دلوقتي، ودي حاجة مهمة جدا الناس تاخد بالها منها، انه كيف تغيرت فلسفة إدارة الدولة. ما بقتش الدولة بتقول ماليش دعوة انا بعمل اللي عليا والمواطن عايز يستفيد عايز مش عايز هو حر، بقت الدولة بتحط نفسها مكان المواطن زي ما المهندس طارق بيقول. طب انا دورت كدولة، انا بدخل الصرف الصحي، طب الناس مش كلها ليه عندها في بيوتها صرف صحي؟ طب اللي مش قادر اعمل ايه؟ اوصل له واقسط عليه المبلغ. فاعتقد ان ده حتى كفلسفة فيها شيء من الرقي واحترام الناس. بص يا فندم، احنا قررنا نقتحم كوزارة، ماشي، ملف الوصلات المنزلية. عرضنا الموضوع مرارا وتكرارا على مجلس الوزراء. في الاخر مجلس الوزراء بالاجماع وافق على ان احنا ناخد استثمار من الدولة للوصلات المنزلية يتم تنفيذ به المشروعات اللي كانت خلصت قبل كده، واقفة على الوصلات المنزلية فقط، وبعدين نقسطها على المواطن ويكون هذا قرض دوار. ان انا حضرتك خدت من الدولة اول جزء من الاستثمار للقرى والعزب والنجوع اللي وصل لها الخدمة، بدأت اوصل لها على حساب الدولة، وقسط من المواطن اللي المواطن بيدفعه بقى على الفاتورة ده، اخده ووصل بيه للوصلات المنزلية للمشروعات اللي لسه جاية الأخرى. وارجع قسطها فالمواطن يجيب دوار. فهو قرض وبيدور قرض دوار. يبقى انا كدولة استفدت ان انا مشروعاتي خلصت ودخلت الخدمة والمواطن فعلا استفاد بيها كاملة. وتاني حاجة ان انا ما حملتش المواطن ان انا اقول له ادفع المبلغ كله مرة واحدة، لا ده انا بقسطهم. تاني حاجة، لان حضرتك بعض
ان الناس موجودين وخصوصا في محافظات الوجه الابلي تحت خط الفقر. المواطن ده فعلا ما يقدرش حتى يقسط الوصله المنزليه. فبدانا نعمل ايه؟ حياه كريمه. وصلنا مع وزاره التمويل الاجتماعي في برنامج حياه كريمه. وبدانا نحصر هؤلاء الناس ونقول لهم والله احنا عندنا الناس اللي مش قادره توصل وصله منزليه وتدفع، هم دول بياخدوهم وزاره التمويل الاجتماعي يعملوا لهم بحث اجتماعي تبعهم وتبع الوحدات المحليه، اذا كان هذا الراجل فعلا تحت خط الفقر بيتم الجمعيات الاهليه تقوم بتوصيل الوصله المنزليه لمياه الشرب او الصرف الصحي مع مبادره حياه كريمه وزاره التضامن. احنا على فكره استضفنا المسؤول في وزاره التضامن يعني، وطبعا هو يعني شخصيه محترمه جدا وهو كان ضيف كريم علينا، وكلمنا انه كان في طبعا جزء وزاره التضامن تتحمله وجزء بتتحمله الجمعيات الاهليه وكان دور مهم، وقال لنا وزاره الاسكان داخله معانا وهي اللي بترفق هذا المشروع علشان نضمن انه يتم بشكل على مستوى اعلى مستوى من الجوده ويطربت على الشبكه بالضبط. اللي احنا بننفذها. وكلمنا عن الموضوع ده باستفاضه. فالجميل انه حضرتك بتتكلم دلوقتي ان انا عندي كمان مستويين، مش بس ان انا بوصل للصرف الصحي وبدفع للمواطن وبقسطه عليه، حتى اللي مش قادر يقسط ده انا وفرت له التمويل اللي يوصل له او يعمل له الخدمه دي بدون اي مقابل. فده يعني منتهى احترام ومنتهى الرقي. ده فندم ده تعاون النهارده يا فندم، في تعاون بين كافه مؤسسه الدوله. مفيش وزاره بتشتغل منفرده. احنا حضرتك مثلا مع معالي الوزير اللي هو حاليا دوله رئيس الوزراء دكتور مصطفى ومعالي الوزير الدكتور عاصم، احنا بنعمل اجتماعات اسبوعيه يا اما مره او مرتين في الاسبوع، بتم عرض جميع المشاكل اللي بتقابلنا واللي احنا مش عارفين نحلها عليهم. بيتم حضرتك الاتصال داخل الاجتماع بالساده الوزراء او الساده المحافظين المعنيين لحل المشاكل اللي بتقابلنا. لا نكتفي حضرتك بالمخاطبات رايحه جايه، عشان كده حضرتك احنا قدرنا في الوزاره في قطاع الصرف الصحي اللي الناس بقى ما تعرفوش، احنا قلنا في 2014 كانت 12% من السكان هم مخدومين بالصرف الصحي. 12% من القرى، من سكان القرى. احنا عندنا تعداد سكان القرى 50.6 مليون نسمه. 12% منهم بس اللي كان مخدوم بالصرف الصحي في 2014. قدرنا نضاعف الرقم ده نوصله ل 34% في 4 سنوات فقط. ده حضرتك نتيجه المتابعه الجيده لهذه المشروعات ونزول فريق متابعه من الوزاره يتابع كل هذه المشروعات على مستوى الجمهوريه. تاني حاجه التنسيق العالي بين الوزارات كلها والساده المحافظين في حل جميع المشاكل التي تعترض تنفيذ هذه المشروعات. ده كاحصائيه نقدر نقول انه بقى لنا قد ايه مثلا عشان يوصلوا لل 12% دي صرف صحي، يعني عشرات بقى بل مئات السنين. في 4 سنين عملنا اكتر من الضعف. اكتر من الضعف يا فندم، من 12 ل 34%. يعني عملنا اكتر من الضعف، تقريبا 3 اضعاف، يعني تقريبا 12 3 في 12 36 تقريبا قربنا من الثلاث اضعاف، تقريبا ضعفين وشويه. فانه انا اوصل لضعفين وشويه في 4 سنين في تركه بقى لها عشرات بل مئات السنين، طبعا دي يعني كمقارنه لوحدها كاشفه للاراده الحاليه في فعلا تلبيه الاحتياجات الاساسيه للمواطن والعمل من اجل مصلحه المواطن. ودي حاجه على فكره كاشفه مش مجرد كلام بنقوله، لكن ده واقع. واللي عنده يعني قرايبه او معارفه او ناس اصدقاء او هو نزل قريه من القرى دي اللي اعتقد كمان معلنه معروفه يعني في اي محافظه او اي قرى كلها موجوده ومعلنه ومنشوره، يقدر يشوف الناس حياتهم كيف تغيرت من ناس مش عارفه تعمل صرف صحي لناس دلوقتي وصل لهم الصرف الصحي في مبادره حياه كريمه. طبعًا. ممكن يركب له الحمام نفسه. طبعًا. ممكن يوصل له الحمام نفسه يعني كاهداء من الجهات المنفذه لان هو غير متحمل. طيب مش يعني الفتره اللي جايه بقى، يعني احنا حضرتك قلت الصرف الصحي ينتهي في 2020. الصرف الصحي في المدن هيوصل في 2020 ل 100%. طب في القرى ينتهي امتى؟ بص يا فندم، طبقا للقرى احنا حضرتك دلوقتي 34%، يتبقى 66% من القرى ما عندهمش صرف صحي. زي ما قلت لحضرتك احنا اشتغلنا على الثلاث اولويات، القرى الاكثر حرجا يعني ماشي. الاكثر خطوره. الاكثر خطوره واللي هيحلوا لنا على اغلب المشاكل الموجوده في الدوله. حصرنا القرى دي لانها ما يقرب من 1125 قريه. دول تعداد سكانهم لما يتخدم يوصل ل 60% من السكان. وده اللي قدمناه في برنامج الحكومه لمجلس النواب الدكتور مصطفى مدبولي ماشي، نوصل بنسبه التغطيه لعدد السكان في القرى ل 60% بنهايه عام 2022. هل الدوله 60% من القرى على مستوى الجمهوريه هيكون داخل لها اللي هي كانت 12% في 2014 في 2014 في 2022 بعد 10 سنوات هتوصل ل 60% من 2014 ل 2022 8 سنوات توصل حضرتك ل 60%. هتوصل ل 60%، طبعا نسبة يعني مذهلة. لو ان شاء الله عملنا كده اكيد ده يكون شيء في منتهى الروعة يعني. بص يا فندم احنا عندنا كل القرى دي محصورة بالاسم وكلها موجودة مع شركات ومقاولين موجودين، كان ينقصها التمويل. بدأنا حضرتك نفكر خارج الصندوق. طب انا لو اعتمدت على الخزانة العامة للدولة فقط
هل يكفي تنفيذ الاستثمار اللي هيوفر يكفي لتنفيذ هذه القرى؟ كانت الاجابه لا طبعا. فاتجهنا حضرتك لشركاء العالم في التنميه. اتفقنا مع البنك الدولي يوفر لنا جزء من تمويل، اتفقنا مع الاتحاد الاوروبي في مصرف كيتشنر ومحيطة قارون، اتفقنا معاه في كفر الشيخ، فبدانا نوجد بدائل اخرى لتمويل تنفيذ المشروعات للاصراح في تنفيذها ودخولها الخدمه طبقا للبرامج الزمنيه. يتبقى حضرتك ال 40% من القرى المصريه اللي هم هيبدا فيهم العمل تباعا من دلوقتي عشان يخلصهم طبقا لاستراتيجيه مصر 2030 في حوالي 2030، يعني احنا مستهدف في 2030 تكون الوصول بنسبه التغطيه في الصرف الصحي الى 100%. جميل جدا. يعني انا مش هذا البرنامج او هذا المشروع لن يتوقف الا بعد ما مصر كلها يكون فيها صرف صحي ويكون فيها مياه شرب نظيفه. جميل جدا. طيب نرجع بقى لمياه الشرب. احنا حضرتك قلت انه احنا كمان دلوقتي عملنا او قطعنا شوط كبير جدا، احنا بنقول تقريبا 96% من السكان وصل لهم مياه شرب. الجزء المتبقي المفروض امتى يتم الانتهاء من ادخال مياه شرب نظيفه على مستوى الجمهوريه؟ بص يا فندم، الجزء المتبقي حضرتك احنا قلنا لحضرتك ان كان ال 4% اللي محرومين دول جزء منهم لن يتم توصيل مياه الشرب ليه، لان هو خارج الحيز العمراني. الجزء اللي داخل الحيز العمراني كانت المشكله الاساسيه بتاعه ايه؟ ان هذه المشروعات اللي كان بتنفذ فيها في هذه الاماكن خلصت ودخلت الخدمه. ماشي؟ لا الجهات التنفيذ تقدر تشتغل فيها لانها اتقفلت والمشروع قفل بالنسبه لها، ولا جهات التشغيل تقدر تنفذها عشان ما عندهاش تمويل. فاتفقنا حضرتك مع وزاره التخطيط تبدا توفر لنا جزء حاجه اسمها مد وتدعيم لهذه الشبكات. نسقنا بقى في اختيار هذه الاماكن واولوياتها مع الساده اعضاء مجلس النواب، مع الساده المحافظين، مع الساده رؤساء المدن، مع رؤساء شركات المياه الموجودين على مستوى الجمهوريه في اختيار اولويات تنفيذ هذه القرى. ماشي؟ دي اللي هي ال 4%. ال 4%. ماشي؟ الى جانب حضرتك ان انا بنفذ مشروعات اخرى عشان اجابي الزياده السكانيه من عند حضرتك، زياده سنويه بتتم كل سنه. والزياده السكانيه دي بينتج عنها حاله العشوائيه اللي طبعًا بتخلي يبقى في مباني غير مخططه وما نقدرش نوصلها صرف صحي نوصلها زي المباني اللي حضرتك اتكلمت ال 4% دول، عشان ما يبقاش في زيهم صح مناطق اخرى. فعملنا الظهير بتاع المدن اللي سياده الرئيس اتكلم عليه، المنصوره الجديده واسيوط الجديده واسوان الجديده وهكذا. طيب ال 4% دول اللي فيهم الاماكن ممكن تتعذر تماما ان احنا نوصلها صرف صحي، هنتعامل ازاي مع المشكله دي؟ بص يا فندم، احنا كل من هو يتم تقنين وضعه مع الدوله بيتم توصيل الخدمه له تباعا في حاله توفر التمويل اللازم. فاحنا ما عندناش مشكله بالنسبه للناس اللي دخلت الحيز العمراني، بنعمل لها مقايسه ونبدا نشتغل لها على حساب الدوله. ماشي؟ يتبقى حضرتك بقى احنا تابعنا، هل لما وصل ال 4% دول او الجزء منهم داخل الحيز العمراني هتوقف عن انشاء محطات مياه الشرب؟ لا مش هتوقف عن انشاء محطات مياه الشرب. ليه؟ لان حضرتك في جزء بيظل يعاني من مغذى بكميات غير كافيه، اللي الناس بتوصل له الخدمه 6 ساعات و7 ساعات و10 ساعات. ده مش في ال 4%. ده مش في ال 4%. بنفذ له مشروعات عشان حضرتك اغذيه 24 ساعة زي المواطن عنده يفتح الخدمه 24 ساعة. 24 ساعة يلاقي ميه. الخدمه موجوده بالنسبه له. ما تتوقفش عنده او يبقى بس حياته مرتبطه بالكام ساعة اللي بيوصل له فيهم دول. والمحطات اللي بنعملها الجديدة دي كلها محطات تحلية مياه الشرب؟ لا يا فندم، احنا عندنا حضرتك دلوقتي برضه من حضرتك اتكلمت عن الموضوع ده، احنا عندنا بدائل لاستخدام مياه نهر النيل. عندنا 4 بدائل في الوزاره شغالين عليهم حاليا تنسيق مع معالي الوزير. اول حاجه حضرتك محطات التحليه، لان ده بديل استراتيجي. انا عندي في محافظات كتير جدا موجوده على البحار، فكان لازم ابدا بيها بمحطات التحليه. واحنا عندنا دلوقتي فعلا حوالي 50 محطه تحليه موجودين على مستوى الجمهوريه بينتجوا طاقه حوالي 500,000. احنا صورنا في محطه العالمين الجديده، عندنا محطه ضخمه كبيره جدا، 150,000 متر مكعب في اليوم هتغذي مدينه العالمين الجديده ومدينه العالمين القديمه. عندنا حضرتك 19 محطه جاري تنفيذهم، من ضمنهم العالمين الجديده اللي هتدخل خدمه قريبا. المحطات ال 19 محطه دول هيدخلوا الخدمه تباعا حتى 6/2020، وهم بيخففوا الضغط على المياه نهر النيل طبعًا. فتروح للمدن الغير ساحليه، للمدن اللي مش مطلة على البحر، وممكن حضرتك اوفر جزء منها لاستخدامه في الزراعه والانشطه الاخرى. من عند زراعه وعند صناعه وعند انشطه اخرى. ماشي؟ فبدانا حضرتك نتجه الى هذا البديل. في عندنا حضرتك بعض المحافظات ما فيهاش لا قريبه من البحار ولا قريبه من الانهار زي الوادي الجديد. طب المحافظات دي هنغذيها ازاي؟ بدانا ندق ابار في هذه الاماكن اللي فيها مياه جوفيه مرتفعه. لما بدانا ندق هذه الابار لقينا في عندنا مشكله ان نسبه الحديد والمنجنيز عاليه فهتضر بصحه المواطن. فبدانا ننسق مع الاستشاريين والخبراء في هذا المجال، بدانا نعمل حاجه اسمها وحدات ازاله حديد والمنجنيز. الوحدات دي حضرتك لما بركبها عليها بتقلل نسبه الحديد والمنجنيز. الوحدات دي بتدخل او بتنشا مع كل محطه، مع كل محطه مياه، كل بير، مع كل محطه مياه جوفيه ديت بنشئ عليها وحده حديد ومنجنيز. بتخرج حضرتك
العينه مطابقه طبقا للمواصفات كانها محطه تحليه او محطه مياه شرب. اسمها محطه ايه يا فندم؟ محطه ازاله حديد ومنجنيز. انا بس النقطه دي مهمه قوي ان احنا نحط تحتها خط. ليه بقى؟ لانه تاني الاشاعات اللي بتطلع باستمرار، وطبعا الناس اللي قاعدين بيحاولوا ان هم يعني ينشروا اي معلومه خاطئه الهدف منها ان هم يشككوا الناس في حياتهم وفي الحكومه وفي العيشه وفي امانهم وسلامتهم. تلاقي دايما باستمرار تطلع اشاعات من نوع الميه في المكان الفلاني ملوث، او ان الحكومه ما اعرفش بتعمل ايه، او انه اتثبت ميه ما اعرفش ايه دخلت على ايه فالميه مسمومه في مكان معين. عم نقول انه اي خطوه الدوله بتعملها بيكون فيها خبراء ومتخصصين وعلماء، ودايما بتكون مدروسه، بدليل انه كلام حضرتك بتقوله يا باشمهندس انه احنا لما وجدنا انه محطات المياه الجوفيه ممكن يبقى فيها نسبه حديد ومنجنيز زياده، والناس مش هتعرف على فكره، بس يعني دي معلومه مش هتكون معروفه. فحضرتك قلت انه احنا ما شغلناش المحطه دي ومش هنعملها غير لما يكون في ده، معناها انه ما فيش خطوه بتعملوها من غير ما يكون ليها دراسه. ده شيء مهم جدا ان يكون هناك دايما دراسه لكل حاله جغرافيه فريده، انه في الاماكن دي اعتقد انه مش كل المياه الجوفيه بيبقى فيها نسبه حديد ومنجنيز عالي، يعني في بعض الاماكن بس، وده معناها ان انتوا بتاخدوا عينات وبتدرسوا حاله الميه في كل مكان قبل ما بتقيموا المشروع علشان تشوفوا احتياجاته. ده كمان مؤشر عشان الناس تطمن، يعني ده بنقول الكلام ده عشان كل الناس تطمن انه ما تقلقوش. القائمين على المشروعات اللي بتتم في الدولة عندهم هذه المعايير، واكيد هم هو المهندس ده او الاستشاري او المقاول او هيشرب من المياه دي في الاخر طبعا. يعني وهو انسان وعايش، وبالتالي هيحتاج هذه المياه وهيحط نفسه مكان. اسف على مقاطعة حضرتك، بس حبيت اقول لا ده انا اطمن حضرتك بقى الابعد من كده. بعد تنفيذ المشروع ووقته اللي بياخده وكمية خلايا العمل اللي بتشتغل ليلا نهارا عشان المشروع يخلص، وزارة الصحة المصرية باعتبارها هي المسؤولة عن صحة المواطن المصري لا تسمح بضخ المية من المحطة إلى الشبكة عشان المواطن يفتحها غير بعد بتاخد ثلاث عينات متتالية، مش عينة واحدة، ثلاث عينات متتالية ما بين كل عينة وعينة 15 يوم، ولو عينة سقطت في النص وما نجحتش برجع أعيد تجارب التشغيل من الأول تاني واخد عينات من أول وجديد. لازم الثلاث عينات متتالية تنجح عشان وزارة الصحة المصرية تسمح لنا بضخ المياه على الشبكة. ممكن حضرتك المشروع عندنا بيخلص ويستمر في تجارب تشغيل وأخذ عينات لمدة شهرين، بس ما اقدرش افتح الحنفيه غير وزاره الصحه تديني تصريح ان انا افتح واضخها على الشبكه. هل بعد الضخ على الشبكه وزاره الصحه بتسيب المشروع هكذا؟ لا، عندنا حضرتك بعد تشغيل المشروع عندنا اكثر من جهه تاخد عينات. عندنا الشركه القابضه لمياه شرب والصرف الصحي وشركاتها التابعه المنتشره على مستوى الجمهوريه بعدد 25 شركه، موجود جواهم معامل مركزيه ومعاول داخل المحطات بيقوموا باخذ عينات دوريه من المحطات دي سواء من الشبكات او من المحطه للتاكد من سلامه الميه. عندنا جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي بياخد عينات، عندنا وزاره الصحه المصريه بتاخد عينات على طول فتره تشغيل المشروع عشان نتاكد ان احنا حضرتك الميه اللي المواطن بيفتحها في الحنفيه تكون صالحه للشرب والاستخدام الادمي وامنه. هتحصل حضرتك برضو بعض الناس هيقولوا ان في بقى عندنا بعض الشكاوي، الشكاوي دي حضرتك بتبقى فرديه. على فكره الشكاوي دي مش بس من الاماكن الجديده، من المحطات الجديده، ده في بعض المحطات القديمه اللي فعلا ممكن تتفتح، يعني تفتح المياه تلاقي ان في ملوثات، في شوائب. ده ممكن يكون من مثلا انه المحطات دي او المواسير الوصلات دي قديمه، فممكن يكون لما بيعدي عليها سنوات بتحصل وجود الشوائب دي او كده، ولا ده بيكون بسبب لاسباب ثانيه؟ بص يا فندم، احنا عندنا الخط الساخن لشكاوى المياه من النوع ده 125، لمجرد الشكوى بتتقدم عن مشكله في تغيير لون المياه او في حالتها وهي بتنزل، بنبعت المختصين في المعامل زي ما قلت لحضرتك بياخدوا عينه من المياه وبيحللوها وبيشوفوا القصور فين. اي مكان على مستوى الجمهوريه، اي مكان على مستوى الجمهوريه 125. أيوة. اي حد بيعاني من اي مشكله في المياه زي حضرتك قلت، تغير لونها، وجود شوائب، انقطاع مياه، انقطاعها 125 خط ساخن 24 ساعة ويتصل، فبيبعتوا له متخصصين بياخدوا عينه وبيبداوا ان هم يبحثوا في الاسباب. طبعا لو لقوا حضرتك ان المشكله في الشبكه زي ما حضرتك قلتي، ربما يكون ان الشبكه دي منفذه من فتره طويله جدا وهي اللي فيها فعلا المشكله، بيتم اصلاح الشبكه. لو لقوا في مشكله عند المواطن نفسه سواء في الخزان اللي فوق منزل البيت او في الوصله المنزليه بتاعه اللي هو بيعملها، بيقولوا له ان عندك المشكله في الحته الفلانيه، بيبدا اصلاحها وتعود المياه لنقاوتها مره اخرى. يعني حتى هو لو المشكله مش عندنا احنا، من عنده هو بيقولوا من الشبكه اللي عاملاها الحكومه. أيوة. طبعا بيتم اصلاحها على حساب الدوله، على حساب لو الدولة. من هو الوصله المنزليه بتاعه بيتقال له في مشكله عندك في المكان الفلاني او في بعض الاماكن بتبقى الخزانات فيها مش معقمه لفترات طويله، بيتم
تعريف المواطن بالمشكلة وطريقة حلها. جميل. ال 125 ده رقم المشكلات المية بس ولا المية والصرف الصحي؟ لا الصرف الصحي 175. 125 مياه شرب، 175 الصرف الصحي. عشان بس زملائي يكتبوا الرقم على الاستراب علشان الناس اللي ما قدروش يسمعونا يبقوا عارفين، لان دي كمان معلومات مهمه واساسيه جدا لازم كل بيت مصري يكون عارفها علشان اي حد عنده مشكله يقدر ان هو يتواصل مع حضراتكم ويحل المشكله دي. طيب احنا بنعمل كم محطه حاليا على مستوى الجمهوريه محطه مياه شرب، سواء كانت محطه تحليه ميه او مياه جوفيه او غيرها؟ بص يا فندم، احنا عندنا محطات التحليه اللي جاري تنفيذها حاليا، قلت لحضرتك عندنا 50 محطه داخل الخدمه، عندنا 19 محطه جاري تنفيذهم حاليا، هيضيفوا طاقه. احنا قلنا ال 50 محطه اللي تنفذهم 15 اضافيه تحليه، 19 يا فندم 19 غير ال 50 محطه اضافيه لتحليه مياه البحر. دول موجوده حضرتك في محافظات شمال سيناء، جنوب سيناء، في مطروح، في العالمين الجديده، في بورسعيد. حتى بدانا ندخل حضرتك على محور التنميه الاقتصاديه في قناه السويس، بدانا ننفذ محطات هناك. ال 19 محطه دول هيخلصوا حضرتك تباعا حتى 6/2020. هيضيفوا لنا طاقه حوالي 640 الف متر مكعب في اليوم. يعني في نهايه 6/2020 هيبقى عندي كميات مياه من محطات التحليه حوالي 1.1 مليون متر مكعب في اليوم. دول علشان الناس تبقى قادره تستوعب، لانه الارقام ممكن ما تبقاش مفهومه. كام في المية من احتياج المصريين لمياه الشرب؟ يعني تبقى كام تدخل توفر كام في المية من نهر النيل او من الضغط على مياه نهر النيل؟ بص يا فندم، احنا عملنا الاحصائية، احنا دلوقتي بس عشان نعرف المواطن كمية المياه اللي بتنتج في مصر قد ايه. احنا بننتج كل يوم 25.5 مليون متر مكعب في اليوم عشان نغذي ال 96% من السكان اللي عندهم مياه شرب. النسبة دي مقسمة حضرتك لحوالي 83% بناخدها من نهر النيل و 17% بناخدها من محطات التحلية ومحطات المياه الجوفية. ماشي؟ 83% من مياه نهر النيل، وبقية النسبة بناخدها من محطات اللي هم 25.5 مليون متر مكعب يوميا. ماشي. دول بناخدهم حضرتك من محطات التحلية ومحطات المياه الجوفية. محطات المياه الجوفية احنا عندنا بس حضرتك في محافظة الوادي الجديد أكثر من 49 محطة إزالة حديد المنجنيس بيتم إنشائهم في جميع مراكز الوادي الجديد عشان خدمة محافظة الوادي الجديد، لأنها محافظة مترامية الأطراف، عشان ندخل محطات المياه الجوفية دي في الخدمة، عشان تدخل الخدمة وتضخ للمواطن، لأن هو ما عندوش لا هو قريب من بحار ولا قريب من أنهار. ماشي. إلى الجانب هذا احنا حضرتك عندنا ما يقرب من حضرتك حوالي 125 مشروع مياه شرب هيدخلوا معانا الخدمه في السنتين اللي جايين دول. دول تكلفتهم حوالي 10 مليار جنيه. يبقى ده حضرتك محطات الميه ومحطات التحليه. محطات معالجه بقى الصرف الصحي، لان ده البديل الثالث في توفير المياه والاعتماد على بدائل غير نهر النيل، هو معالجه الصرف الصحي. ودي هتكون في الزراعه، لاستخدامات الزراعه. دي حضرتك بنستخدمها في الزراعه او في ري المسطحات الخضراء او خلطها على المجاري المائيه لعايز استخدامها مره اخرى. احنا عندنا حضرتك الوزاره بتقوم بتنفيذ 170 محطه معالجه. منهم حاليا. محطات ايوه حاليا منهم حضرتك محطات معالجه ثلاثيه، على الرغم من ان محطات المعالجه الثلاثيه بيتم يعني حضرتك محطه المعالجه الثنائيه المتر المكعب فيها بس بيتكلف 10,000 جنيه، بيتم بقى اضافه حوالي 3,000 جنيه زياده للمعالجه الثلاثيه بس ده لخروجها طبقا للكود المصري عشان تكون نظيفه، عشان تكون نظيفه ونسمح ويسمح لنا وزاره الموارد المائيه والري نرميها على المصارف او الترع القريبه منها، بحيث اعيد استخدامها في الوعاء المائي المصري تاني، بحيث ان انا حضرتك ما هدرش نقطه ميه موجوده عندي غير لما عندي استخدامها مره اخرى. جميل. وده يطمنا على انه اولا الدوله مهتمه ب ان هي تدور على بدائل علشان لا يتم الضغط واستنفاد مياه نهر النيل، سواء كان في مشكلات في توافر المياه او ما فيش مشكلات. صح. الحاجه الثانيه انه في اشتراطات الامان والسلامه اللي دايما حضراتكم بتتبعوها في كل مشروع، وما فيش مياه، ما فيش صرف صحي، ما فيش مرفق هيدخل لاهلنا غير لما يتم التاكد ان هو امن على صحتهم بنسبه 100%. والاجمل بقى اللي احنا يعني استخلصته من كلام حضرتك انه لن نتوقف الا بعد الانتهاء تماما من ادخال كل الخدمات والمرافق لكل اهلنا على مستوى الجمهوريه ايا كان مكانهم وايا كان وضعهم او وضعيه سكنهم. حقيقة انا بشكر حضرتك جزيل الشكر مهندس طارق رفاعي معاون وزير الاسكان والمرافق والبنيه التحتيه، شكرا لوجودك معانا ونتمنى لكم كل التوفيق. ان شاء الله نتمنى ان احنا نشوف مصر في يوم من الايام، وان شاء الله اليوم ده يكون قريب جدا، كل مواطن فيها عنده الحد الادنى من الخدمات الاساسيه، وان شاء الله يكون عنده كمان الحد الاقصى يعني او قدر اكبر من الرفاهيه. بشكر حضراتكم مشاهدينا الكرام جزيل الشكر، الى اللقاء.